المواطنة الإنسان على تهيئة أرضية ولا يمكن مداخلة تتعلق بالموضوع المتعلق بالتنمر اليوم هو تفسير السلوك المدني ومحاربة كل أشكال السلوكات المشينة التي تعرفها أو التي يعرفها الوسط المدرسي وتعرفها بشكل عام الحياة المدرسية. بعد أن فكرت ماليا ارتأيت أن أربط بين هذا الموضوع وموضوع آخر اللي هو التربية على المواطنة بشكل عام ثم مع قيم متعلقة بحقوق الإنسان. بالنسبة للمحاور ديال المداخلة ديالي استخدمت فيها مجموعة ديال المحاور فيها المحور الأول والسياق العام الذي يأتي فيه هذا الموضوع ثم المقصود بالسلوك المدني مقومات السلوك المدني عندما نتكلم عن السلوك المدني مقومات ديالو ثم ما هي الأهداف المتوخاة من السلوك المدني ثم تربية المواطنة كمادة كسلوك يمارس أي علاقة اللي هي موجودة مع التربية القيمية التي أصلا ستعطي لنا سلوكا متوازنا سلوكا مدنيا داخل حياتنا المدرسية وبالتالي نقل تلك السلوكات إلى المحيط الخارجي اللي هو الامتداد الأصلي ديالنا احنا هو الأسرة والشارع إلى غيره. ثم كاين شروط خلق مواطنة نشيطة وترسيخ ما سميناه بالسلوك المدني. إذن هذه تقريبا المحاور اللي نحاول بعجالة باش ما نطولش بزاف أنني النقاش ديالي غيمشي بها وبالتالي سأبدأ بالسياق العام. ربما السياق العام اللي جا في هذا الموضوع كما جا الرئيس الكلمة ديال رئيس الجمعية الوضع اليوم الذي نعيشه فرض علينا أن نتعاطى مع مجموعة من المواضيع التي أصبحت هي أولا فيها نوع من التخويف ثم فيها واحد النوع ديال إعادة النظر في مجموعة من الأيام المتداولة بشكل عام. السياق فيه بطبيعة الحال واقع المدرسة الواقع ديال المدرسة اليوم للأسف فيه مجموعة ديال الأحداث التي هي يعني تنحرف بشكل عام على يعني الممارسة الحقة أو السليمة فيها بعض التجريات ديال العنف بين الأقران اللي كنصادفوا يوميا كاين التدمير ديال المرافق العمومية هناك الرسوب والفشل الدراسي الذريع لأن للأسف كاين واحد تراجع كبير على المستوى ديال الأداء ديالنا وبالتالي التحصيل إلى غير ذلك ثم رغبتنا في تكوين تلميذ يواكب كل التغيرات التي تحدث سواء داخل الحياة المدرسية أو في المحيط الخارجي وهذا السياق هذا كيوضع لنا كما قلت في البداية هو ضرورة تصدي لهذه السلوكات اللامدنية داخل فضاءات المؤسسة وبالتالي في الحياة المدرسية ككل. ربما كاين شي تحديات أخرى هذه تحديات داخلية اللي هي مستشفى من الواقع ديال المدرسة ديالنا وكاين تحديات خارجية وهذه التحديات الخارجية هي أقوى منا بكثير وأقوى من تلامذتنا تتعلق بأولا التضارب بين القيم المجتمعية والقيم المستوردة كنلاحظوا أن القيم ديالنا كمجتمع عندنا قيم مسخة عبر تاريخ اللي فيه شخصية متميزة ولكن هناك مجموعة من القيم الجديدة التي تأتي من الخارج وهذه القيم عرفت كتدافع مع القيم ديالنا وبالتالي كتعطينا صعوبة عن الكلام بشكل عام وهنا غنفتح واحد القوس إلا خدينا على وسائل الإعلام خدينا الفيسبوك تويتر ولا هذا ولا واحد العالم اللي فيه حرب هي حرب مشنة على أطفالنا مشنة علينا لأننا أصبحنا لا نراقب ماذا يحدث بشكل عام وهذا كيعطينا واحد الانفصام أو تباعد فيما بيننا لا كأطفال لا كأسرة إلى غير ذلك. كاين تحدي آخر هو ما يصطلح عليه بالعولمة. اليوم هناك علماء يعني في مختلف المجالات وغادي ناخذ انا فقط ما يتعلق بالعولمه الثقافيه. عندما نقول العولمه الثقافيه هناك محاوله يعني تكوين شخصيه وهذه الشخصيه بحال تنقولوا شخصيه عالميه او كونيه وفاش كنقولوا هذه العمليه هذه كتعطينا واحد النمط حضاري واحد وهذا النمط الحضاري الواحد احيانا يتدافع او يتنافى مع كما قلت مجموعة من القيم داخل المجتمع وهذا كان عندنا إشكال بشكل عام. كاين التدافع على مستوى القيم يعطينا التطرف مثلا. كاين هذا مشكل اللي مطروح كذلك بشكل حدة كبيرة هو
وخاصة المتعلق بالتطرف، وفاش كنقول التطرف هنا مجموعة من المؤشرات أو تسمى في زانديكاتور اللي كتبين بأن فعلا هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن هناك انزلاقات. ربما غناخذ من خلال بعض النماذج كالنموذج ديال حرق العلم الوطني، ذاك السلوك كسلوك، لأنه واش فعلا إلا بغينا نناقشوه كسلوك واش صحيح أو لا صحيح، كاين العنف الممارس اليوم داخل الملاعب ديال كرة القدم، العنف الممارس على الأستاذ والعنف الممارس من طرف الأستاذ على التلميذ، هذه كلها مؤشرات تبين بأن فعلا أن هناك إشكال كتحت في كرة القدم. كاين مسألة أخرى هو الشديد اليوم اللي مطروحة ما بين الخطاب والممارسة. الدولة تمارس العنف على المواطن، المواطن يمارس العنف على المناطق العمومية. كاين واحد النوع ديال حنا تنقولوا حتى اليوم الخطاب الأول، ولكن في الممارسة اليومية للأسف هناك مجموعة من السلوكات المشينة التي تمارس وتتنافى مع هذا الخطاب، سواء من طرف الدولة بحد ذاتها، سواء من طرف الأطراف اللي هي التلميذ الأستاذ إلى غير ذلك. وهذا كما قلت من بين العوامل التي جعلتنا نسير في الاتجاه ديال إعادة النظر في خلق جو لتقويم ما يصطلح عليه بالسلوك المدني. فاش كنقولوا السلوك المدني اصطلاحا أو شنو المقصود منه؟ هو نخلقوا واحد المواطن اللي هو أصلا يتشبث بحقوقه، يدافع عنها، ولكنه في احترام الجماعة. فاش كنقول أنا كنتمسك بمجموعة ديال الحقوق، ولكن ضروري الاحترام ديال الجماعة التي أنتمي إليها ولقوانينها وأداء ما يقتضيه ذلك من واجبات خدمة للمصلحة العامة. دابا هذا هو السلوك اللي بغينا نوصلوا ليه كسلوك مدني. وهنا يتم التعامل مع الفرد المواطن. وفاش كنقول المواطن هو واحد الإنسان اللي كيعيش في بلد له حقوق، عليه واجبات داخل هذا المجتمع. شو هو الفرد المواطن اللي كنحلموا به اليوم من خلال هذه العملية كاملة؟ هو مواطن متمسك بهويته، المعتز بانتمائه، يكون كيعتز بالانتماء ديال هذا، لأن أحيانا كنشوفو تنقولو بون كون يتحل سميتو يحلوا لنا الديوان ما يبقى حتى واحد في المغرب. وهذا فيه واحد النوع ديال فعلا كيكون واحد اليأس إلى غير ذلك، ولكن كخطاب كسلوك كيبين بأن ليس هناك اعتزاز بالانتماء لهذا الوطن، وما كاينش اللي غيهز لينا وسخناك البلاد. نمشيو فين ما مشينا راه في آخر المطاف البلاد ديالك بداك الشيء اللي فيها تتبقى يعني يمكن أعز ما يمكن أن يتم التمسك به. كاين بطبيعة الحال المواطن، الفرد المواطن هنا المتحلي بفضيلة الاجتهاد، الملتزم بمسؤولياته. وفاش كنقول هنا المسؤوليات الشخصية والمسؤوليات اللي هي الأسرية والمسؤوليات الفردية والمجتمعية، هذو الحوايج اللي خصهم يحضروا في المواطن الذي نحلم به كمواطن في حياتنا المدرسية. كاين آخر ربما نقطة أخرى هي المدرك لواجباته وحقوقه. يعني للأسف اليوم نلاحظ أن هناك دائما المطالب بالحقوق كذا، ولكن هناك اختلالات على مستوى الأداء ديال الواجب، وهذا سواء الموظف حد ذاته، سواء التلميذ، سواء هذا، كيعطينا لا نخلق مواطن بالشكل الذي نحلم به بشكل عام. المقومات أو لي باز ولا الأسس اللي خصني تبنى عليها السلوك المدني أو المقومات ديالو، أولا خصنا نحسنوا المجتمع يعني بشكل عام، وهنا كنقول تحسين المجتمع المدرسة كحياة يجب أن تحصن. وللأسف هناك مجموعة من السلوكات اللي اليوم خصها تحبس، تعاطي المخدرات، كاين عندنا العنف المضاد، كاين مجموعة ديال السلوكات اللي اليوم المفروض علينا حنا هذه المدرسة العمومية نحميوها من هذه السلوكات، لأنه هو فضاء تربوي. وغادي نفتح واحد القوس كذلك في تجربتنا المتواضعة، أعتقد راه حتى واحد فينا اللي ولدك ولا أختك ولا كذا مشات للحمام كتبعها تعطلات وكذا، ولكن المدرسة واحد الفضاء الذي نؤمن فيه بالطمأنينة، نؤمن فيه بأننا كندخلوا لهذاك الفضاء وبالتالي كنحسنين مطمئن. بينما إذا مشى الإنسان للسوق ولا هذا كيكون واحد كيكون هضرة. إذا المدرسة خصها تكون ذاك الفضاء اللي كيحتضن
يعني المحتضن للطفل ولحمايته العاجل. كاين كاين التصدي للسلوكات اللامدنيه من خلال ترسيخ قيم. هذه القيم تتزاوج ما بين الايمان بها اولا، يعني فاش كنطرح واحد القيمه معينه ديال التسامح، ديال محاربه اشكال الفساد، هي الرشوه او لا تعاطي المخدرات الى غير ذلك، يجب ان نؤمن بهذه القيم ثم النزوع نحو محاربتها والحد منها بشكل عام. كاين هذه المساله هذه شنو كتطلب منا كمقوم، خصنا نشدوها كسلوك. ما يمكنش انا نامن مجموعه ديال الافكار وتكون عندي افكار قيم كنامن فيها، ولكن المزاوله اليوميه تثبت لي بانها يعني فيها نقيض، ما كتكونش التنزيل ديالها، وهذا من بين الاشكاليات او من بين المقومات التي يجب ان ترتكز عليها السلوك المدني، هو يعني تفعيل او تنزيل ديال السلوكات والقيم التي نؤمن بها بشكل عام. كاين السلوك المدني هو مسؤوليه مجتمعيه، ما يمكنش شي طرف وحده من هاد الاطراف اللي قلنا انه يخدم وحده، هناك اطراف متعدده هي اللي خصها تتحمل المسؤوليه ديال ترسيخ السلوك المدني بما فيها الاسره، المجتمع، الدوله، الحياه المدرسيه بحد ذاتها اللي كنعيشوها، ثم الفرد كذلك. اذا هذه اطراف فيها مسؤوليه مجتمعيه، ما يمكنش نحمل المسؤوليه ديالها لواحد الجهه بوحدها بشكل عام. ثم هناك ضروره الاشتغال او الاستحضار ديال هذه القيم كانشغالات يوميه، ما غتكونش موسميه وما غتكونش ظرفيه. نتمنى ان هاد البدايه ديال هاد البرنامج اللي حنا غاديين فيه كتنزيل ان تكون له استمراريه، وغادي يكون بحال اهم يوم. اذا هذه المرتكزات التي تقوم عليها السلوكات او السلوكات المدنيه على مستوى الاهداف التي نتوخاها من هاد العمليه ديال اللي غنشتغلوا عليها تقريبا في برنامج ربما من بعد السي بلا ما ندخل في التفاصيل لان السي والعبادي يوضح لنا الامور، هي اهداف ديال ترسيخ السلوك المدني. هنا نتكلم عن المدرسه بالضبط باش ما نوسعوش بزاف، غادي نتكلموا غير على المدرسه بشكل عام. المدرسه الحياه المدرسيه تقتضي منا القضاء على كل اشكال الهشاشه والتهميش التربوي. نؤمن بمسألة أساسية أن كاع الطاقات اللي عندنا في المؤسسة راه ما كاينش شي واحد يخيب، هذه خصنا نآمنوا بها، وبالتالي غير ديك الطاقات خصنا اليوم نشتغلوا على أساس نفرزوها. راه ما يمكنش كاملين نجيبوا 19 و20 وما يمكنش نكونوا كاع كذا، ولكن راه الميولات كتختلف ديال الكلام، وبالتالي يجب احترام ميولات التلاميذ، يجب أن نعيد النظر في التوجيهات أو لا في التوجهات العامة اللي كنمشيو فيها، الاختيارات ديال الأطفال ديال كذا، لأن للأسف ولينا خدامين على واحد لو بوليت ديال أنه ولدي خصو يجيب 18، الدري خصو يجيب 18، ولكن أحيانا كيجيب 18 ولكنه تلميذ مهتم نفسيا مهزوز، تيخاف، تربيته ماشي هي هذه، وراه كاينة 18. إذا بمعنى ما خصناش نحبسو يعني القضاء على كل أشكال التهميش، وخاصة التهميش التربوي، إعادة الاعتبار للمدرسة كرافعة للقيم والتنمية الاجتماعية. حنا نهار كنا تنقراو حنا جوج الأجيال، حنا كنا تنقراو على أساس أننا نغيروا الوضعية الاجتماعية ديالنا، بمعنى تنقراو باش مثلا هي الخيار الوحيد باش أنا نغير وضعيتي، وهاد المدرسة هذه أدت الوظيفة ديالها في واحد المرحلة. اليوم المدرسة أشنو باغا؟ فين غادية؟ مازال ما واضحش. إذا إلا بغينا اليوم نرجعوا الاعتبار للسلوكات المدنية ونعاودوا نحترموا المدرسة ونحترموا الحياة المدرسية، يجب أن نعيد الاعتبار للمدرسة العمومية كرافعة للقيم، تكون هي الأداة ديال وحتى التنمية الاجتماعية. ثم خصنا نجددوا الأدوار ديال المدرسة. المدرسة خص تكون فيها الأدوار ديالها مجددة. كيف؟ تجدد عن طريق خلق أنشطة، خلق فضاءات أخرى جديدة، ما تبقاش غير ديال القراية، وبالتالي كتخلي الحياة فيها تتولي بحال مشرفة ولا جافة نوعا ما. ثم هناك إرساء المشاركة التلاميذية في تدبير الحياة المدرسية. واحد الطرف اللي للأسف واحد الخطرات حنا تنقولوا يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. أحيانا التلاميذ عندهم مجموعة ديال الأشياء إلا فرضوها لنا كيعطيونا واحد القيمة مضافة،
ثاني يجب ان نعيد الاعتبار في الطاعه مع التلميذ واعتباره عنصرا اساسيا داخل هذه الحياه المدرسيه واشراكه، وهذا يقتضي ما سميناه بالبعد الديمقراطي. البعد الديمقراطي اليوم يقتضي اشراك التلاميذ في القرارات التي تتخذ، اشراكها في مجموعه من القضايا التي تهمهم. وهنا سنربط رابطه شخصيه ما بين التلميذ والمدرسه. ما حد التلميذ كيشوف المدرسه واحد الفضاء اللي كيجي كيمشي، اعتقد ما كيخلقش عنده رابطه شخصيه باش كتولي اعتزاز عليه بواحد الشكل ايجابي. اذا كاين كذلك صيانه المؤسسات التعليميه. المؤسسات التعليميه تحتاج الى صيانه، وهذه الصيانه يعني الفضاء اللي غنشتغلوا فيه خصو يكون فضاء ديال الاشتغال، فضاء ايجابي لكل المواصلات. ثم هناك مسألة أخرى، هو التشديد على تحسين يعني السلوكات اللامدنية. هناك سلوكات فعلا تمارس اليوم داخل المدرسة خصها توقف بكل أشكال ديالها، العنف، العنف المضاد، التدني ديال المستوى وكذا. خصنا هذه السلوكات هذه اليوم خصنا نقضيو عليها ونخلقوا واحد المجتمع ولا واحد الحياة المدرسية ولا مجتمع مدرسي الذي تسود فيه السلوكات المدنية ومحاربة كل السلوكات المشينة التي تضر بالحياة المدرسية. ربما هنا غادي نرجع لواحد المسألة، هو العلاقة ما بين أولا ترسيخ السلوك المدني والتربية على المواطنة. وهنا ما كيمكنش نزيدو واحد العنصر آخر اللي هو السلوك المدني. بالنسبة للسلوك المدني قلت هي سلوكات أو اتجاهات ومواقف لا تعتمد على نظريات فلسفية خارقة ولا وصفات سلوكية جاهزة. السلوك المدني ماشي شي حاجة غادي نقرروها لكم اليوم وغادي تقولوا هذا هو السلوك المدني المطلوب. السلوك المدني هو استمرارية في المكان والزمان، عنده استمرارية يومية، تشبع بمجموعة من القيم عبر سيرورة مستمرة. من هنا يعني ما كايناش شي وصفات سلوكية جاهزة اللي ممكن نعطيوها ونقولوا غنعالجوا الظاهرة، بل هي تتم عن طريق الرصد ثم التتبع ثم المحاربة ديالها ولا الحد منها بشكل عام. ثم أنها كما قلت هي تصاحب الفرد بشكل عام، يعني أنها تتصاحب هذه السلوكات، كتصاحب إما سلوكات مدنية ولا سلوكات مشينة لا مدنية. وهكذا نجد أن التربية على المواطنة تتقاطع مع يعني ترسيخ السلوك المدني، لأن الغاية منها هو تعمير واحد الفعل، هذاك الفعل الإيجابي من خلال خلق مواطنة نشيطة. والمواطنة النشيطة شنو هي؟ هي أن ينخرط المواطن بشكل عام وخصوصا هنا التلميذ في ممارسة مجموعة من القيم التي هي تكون قيم سالمة. المواطن النشيط هو الذي يؤمن بالتضامن، يؤمن بالعدالة، يؤمن بالأخوة، يؤمن كذلك باللا عنف. هذا ما سميناه بالمواطن النشيط. ولا بغينا نحكوا على الحس المدني على مستوى التعلم، كاينه الممارسه ديال المواطنه، خصنا نمارسوا عليها المواطنه، هذا التضامن، الاخوه، العداله، خصنا نمارسوا عليها المواطنه. وثم كاين ممارستها على المستوى الاجتماعي، على اساس ان هناك مبدا اساسي هو احترام، لانك قلتها في المرتكزات، احترام الاتجاهات. اتجاهات انا مش كنقول احترام اتجاهات، احترام الاخر، احترام الذات، ثم احترام الموحد. هذو ثلاثه العناصر يمكن تنخلقوا منها مواطن نشيط بشكلنا. بالنسبه للشروط ديال خلق هذا المواطن النشيط، ربما هي عمليه نضاليه ما غاديش تحبس اليوم، هي نضال مستمر في المكان والزمان. ضرورة، وكاينه مسألة أخرى، هو خص يكون فيها نضال يومي، وهذا النضال اليومي راه كيما شفتوا كتدخلوا للساحة، راه الحارس العام واقف، راه الأستاذ واقف، وكينضل يوميا، هي سلوك معين اللي كيمارسو التلميذ، هو سلوك مشين أو لا سلوك اللي ماشي هو. إذا بالتالي هو نضال ضد الدولة إلا ما تخترق مجموعة من الحقوق ديال المواطن، النضال اليومي على المستوى التربوي باش ترسخ مجموعة من القيم الإيجابية، نضال مع الشارع، مع الجيران، مع كذا، باش هذه القيم هذه تسود بشكل عام. ثم
كاين مساله اخرى هو ضروره تغريب الانتماء الى الوطن. فاش كنجيو كنبغي ناخذ هذه الفلسفه هذه وغندير واحد المبدا ديال انني عندي ماشي الوطن اللي عندي انا كنحلم ندير واحد البقعه معينه اللي غتكون الامتداد ديالي من بعد وكذا. اعتقد انا كتمشي للمستوى ديال التطور، وهذا هو اللي كيخلق اليوم مجموعه ديال المواطنين كينتمي لواحد البلد ولكن في الحلم ديالو وفي التصورات ديالو انه يحلم بشيء اخر، وهنا كيولي التدافع بينه وبين ذاك الوطن ديالو وكيولي هو عدو للوطن على اعتبار ان ما تيستحضروش كاساس له. اذا هناك تغليب الانتماء للوطن وتجنب كل ما هو عرقي، ما هو تطرف سياسي، ما هو تطرف ديني او فكري. بالنظر الى جميع المكونات تنمشيو للمبدا الاساسي هو المساواه داخل المجتمع، وهنا نؤسس لما نصطلح عليه بدوله الحق والقانون. تتولي العلاقات مبنيه على دوله الحق والقانون. وكاين مساله اخرى هو تحيين والتطوير المستمر لنظام الحقوق والواجبات المتبادله ما بين الدوله والمواطنين. ما يمكنش اليوم الحقوق تكون واقفه ومقرر مجموعه ديال الواجبات، يجب ان تكون هناك تحيين للحقوق ديال الاطراف كلها ثم ديال المواطنين وفي علاقتنا مع الدوله. بون هذا حيث بعض الشروط اللي ممكن تفسر بشكل عام. ربما من هذا المنطلق الاختيارات ديال التربيه على المواطنه فعندها ثلاثه ديال الابعاد اللي كتشتغل عليها. كاينه التربيه المدنيه، وفاش كنقول التربيه المدنيه هي تلامس القيم، كنربيو على واحد القيم المعينه بحال التعايش بحال السلم بحال العداله الى غير ذلك. وكاين التربيه السياسيه، وفاش كنقول التربيه السياسيه في واحد المرحله كانت ثقافه اللي هي غير وارده. الاستاذ انذاك اعتذر طول شويه ولكن غنختصر. بالنسبه للاستاذ في واحد المرحله احنا فاش قرينا بسنوات الرصد تيقول لك كل شيء حاجه تيقول لك سدوا الباب ما تكتبوش وتيدوزينا واحد الميساج. اليوم حتى حاجه ما بقات كتخبى، واللي بغا يتخبى راه كاين العولمه كاين كذا كلشي تيوصل لي. اذا من هذا المنطلق اليوم يجب ان نكون مواطنا ذو ثقافه سياسيه اللي ممكن انه يستمر لانها وما تكونش داخل المدرسه. احنا كنعطيوها اليوم ولكن الامتداد ديال هذه الثقافه السياسيه كتكون في الشارع، ما كتبقاش عندي في المدرسه، كنكونوا كيمشي للشارع بشكل عام. ثم هناك التربيه الاخلاقيه، وفاش كنقولوا الاخلاق هي مجموعه من القيم المتوافق عليها من طرف يعني المجتمع، وكتوجه السلوكات ديالنا والافعال ديالنا ببناء انسان يعبر عن مواقفه وتصرفاته تجاه الاخر بصوره حيه مع احترام التنوع والاختلاف. اعتقد ساتوقف عند هذا الحد، فقط عندي واحد خلاصه فقط. بالنسبه لليوم احنا اليوم تنزلوا هذا المشروع، هذا نتمنى ان هذا